حلقتنا اليوم من Property Yours رح نستعيد فيها بعض الجولات السابقة لنا على العقارات المبنية، ورح بيكون لنا وقفة أيضاً مع جولات أخرى لنتعرف على شقق سكنية جديدة ومجموعة من المكاتب والمحلات. شو في بحلقة Property Yours لليوم؟ منتابع سوا. بعين سعادة بالمتن عم نتعرف على بروجي بناية under construction فخمة كتير للبيع. هالبناية مؤلفة من 5 طوابق سكنية، كل طابق شقتين 285 متر مربع و295 متر مربع. بروجي عين سعادة 2260 بيقع بمنطقة رايقة محيطة بخضار ومطل على البحر وعلى الجبل. أول طبقين من المبنى مؤلفين من مدخل، باركينج، غرفة الناتور والستوريج رومز يلي تابعين لسكان البناية. طوابق الخمسة مؤلفين من 10 شقق وكل طابق شقتين. كل شقة مؤلفة من انترنس، 3 ريسبشن ارياز بيطلعونا على بلكون مطل لبرا، تواليت للضيوف، مطبخ مع الميد روم وحمامة، وثلاث غرف نوم ماستر. الفرق الوحيد بين شقة الـ 285 متر والـ 295 متر مربع إنه غرف النوم إلهم تي في روم بالنص. مواصفات بروجي عين سعادة 2260 بتتضمن 2 إليفيترز، أي سي سنترال، شوفاج، وأندرغراوند باركينج من بوابة على الكهرباء. بعين سعادة 2200 دولار ستارتينج برايس والتسليم بصيف 2014. شقة دوبلكس جديدة بمنطقة الربوة على شارع رقم 9. البناية عمرها 3 سنين والشقة على طابق الرابع والخامس، مساحتها 250 متر مربع على أول طابق، مألفة من 3 ريسبشن ارياز بيطلعونا على بلكون من واجهة إزاز مطلة على الفيو، مطبخ، فاميلي روم، تواليت للضيوف، وجوا 3 غرف نوم واحدة منهم ماستر. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن بلاط رخام، هيتر على المزود، امتدادات للاير كونديشن، ستورات على الكهرباء، وخزانات خشب بالحيط بغرف النوم. تاني طابق لهالشقة هو روف شاحط بيتون ملبس ارميد من برا، يستفاد من مساحته ل 120 متر مربع مع تراس بمساحة 35 متر مربع مطلة على الفيو. بالربوة شقة جديدة للبيع بمبنى عمره 3 سنين، 250 متر مربع مع 3 غرف نوم، واحدة ماستر، 2 باركينج أندر جراوند، حاليا للبيع ب 550 ألف دولار. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من 7 شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطة دغري على الريسبشن اريا، بلاطر خام، ديكور جفصين، مطبخ، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مألف من كاونتر توب كوريان مع مجلى ستانلس ستيل، له كمان ميد روم وحمامة. تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية
فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. بجبل الزعرور بالمتن وعلى علو 1500 متر عن سطح البحر، فيلا كتير مميزة للبيع. شو تفاصيلها؟ منشوفن سوا. فيلا معمرة على مساحة أرض 1000 متر مربع، 180 متر مربع تراس مزروع جازون، 650 متر مربع جنينة مزروعة شجر فواكه. فيلا مؤلفة من 3 طوابق، بمجموع سكن 350 متر مربع، تتميز بمدخلين، مدخل أساسي ومدخل من الجنينة لطابق الأرضي. طابق الأرضي مساحته 85 متر مربع، مؤلف من تي في روم وغرفة إلا حمامة بالإضافة لكيتشينات. طابق المدخل الأساسي لهالفيلا مساحته 200 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز، مطبخ، تواليت وغرفة نوم. كل هالأريا هون بتطلعنا على تراس لبرا. ثالث طابق من الفيلا مساحته 65 متر مربع، مؤلف من غرفتين نوم وفي لهم تواليت مشترك، وكل غرفة نوم لها خزانات خشب بالحيط. الفيلا بالزعرور تتضمن عدة مواصفات: فولي ديكوريتد من جوا، بلاط رخام، تلبيس صخر على الحيطان وديكور جفصين، فولي إكويبت كيتشن، هيتر على الميزوت وشوميني بالإضافة لسقف أرميد. 350 متر مربع سكن، من ضمنهم 4 غرف نوم على أرض 1000 متر مربع بالزعرور، بالإضافة لجنينة مساحتها 650 متر مربع وخزان مي بسعة 145,000 لتر، حالياً للبيع ب1,290,000 دولار. لي جاردان دو بيادا، بروجي جديد فخم كتير اندر كونستراكشن بمنطقة البيادة، مؤلف من 2 بلوك. بلوك A مساحات الشقق فيه 455 متر مربع كل طابق شقة، والبلوك B مساحات الشقق فيه 405 متر مربع وكل طابق شقة. شو مواصفات هيدا البروجي؟ منشوفن سوا. بروجي لي جاردان بيقع على خط البيادة الرئيسي، وبيتميز بوجود 1000 متر مربع حدائق خضراء بتوصل لاثنين بلوك مع بعضهم، بالإضافة للبلكونات على كل طابق يلي بيعطيه حياة طبيعية للفساد. كل شقة إلى 2 ريسبشن أرياز، وحدة داينينج، وحدة ليفينج روم، وأربع غرف نوم، 2 منهم ماستر. كل شقة إلى ستورج روم مساحته 20 متر مربع وأربعة أندرغراوند باركينج. لجاردان دو بيادا ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر، والتسليم آخر سنة 2014. مطيلب 697، بروجي بالمطيلب بمنطقة كتير رايقة، مؤلف من بنايتين سكنية. بلوك A كل طابق شقة بمساحة 300 متر مربع، بلوك B أوطى منه كل طابق شقة بمساحة 210 متر مربع. البنايات بمطيلب 697 ملبسين حجر وليكو بوند مع درابزين إزاز. بلوك A مساحة الشقة فيه 300 متر مربع، من الأنتري على ريسبشن أريا، سالون، قعدة وسفرة. هالأريا هون مجهزة بأي سي سنترال وفيها بلكون مطل على الفيو. مطبخ الشقة الكاونتر جرانيت، خزانات خشب ملبسة قشرة بي في سي ضد المي، المجلة ريزين صب من النوعية المرتبة. هيدي الأريا هون بلكون مسكرينه كرمال اللاندري، ومن خلالها ميد روم مع حمامة.
أربع غرف نوم لهالشقة، اثنين منهم ماستر بالإضافة لفاميلي روم. كل غرف النوم وصلن الاي سي سنترال، جاهزين بستور على الكهرباء، والبعض منهم في لهم خزانات خشب بالحيط. البلوك بي بمطايلة 697 مساحة الشقق فيه 210 متر مربع، مماثل للبلوك A. صالون، سفرة، قعدة، اي سي سنترال وبالكون مطل على الفيو كمان. مواصفات المطبخ كمان مماثلة لبلوك A. كمان له ميد روم وحمامة. ثلاث غرف نوم لهالشقة، واحدة منهم ماستر، ومجهزين بستورات على الكهرباء. مطيلب 697 بروجي بيميزه كتير اشياء. برايم لوكيشن مع فيو صوب البحر للبنايتين ما بيتسكر عليهم. كل طابق شقة بلوك A 300 متر مربع وبلوك B 210 متر مربع. بعد في شقة مع تراس وشقة دوبلكس. كل شقة إلها باركينج تحت الأرض بالإضافة لموتور للبنايتين. هلأ بالمراحل التسليم، والستارتينج برايس 1900 دولار بالمتر. ارتفع عدد الركاب بمطار بيروت الدولي من بداية العام 2013 وحتى نهاية آب الماضي بأكثر من 6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012، ووصل عدد الركاب بمطار بيروت الدولي ل 4,282,711 راكب، ليتجاوز التراجع الحاد بحركة ركاب الترانزيت اللي انخفضت 72% هالفترة بالمقارنة مع أول 8 أشهر من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أعداد الوافدين للبنان 4% وأعداد المغادرين منه 10%. أما بالنسبة لحركة الطائرات، فتراجع حركة العبور بالأجواء اللبنانية أظهر تراجع بالمجموع العام لهالرحلات ب 26% من مطلع العام الحالي. مشاهدينا، بدي أشكركم لمتابعتكم الدائمة لبرنامج Property Yours. أصداء كتير حلوة عم نتلاقيها منكم، مش بس من لبنان، كمان من برات لبنان. Property Yours عم بيكون تأثيره كتير مهم بتشجيع المغتربين اللبنانيين أو حتى الأجانب للتملك بلبنان. خليكم عم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة وعبر info@propertyyours.com، وللمزيد من المعلومات خليكم عم بتتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك. كما وفيكم ترجعوا تحضروا إعادة لحلقاتنا على mtv.com.lb/programs لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات بالقطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. مصار.